في كل حال هذا ما كنعتبروش انا تشهير، غير هو تذكير المسؤولين ربما ما يكونوش على علم بما يقع في واحد البلاصه في الطريق اللي هبط لسيدي يحيى. كاين تما واحد البانو ديال الماء خاص بالبومبيه، كنشوف بعض السيترنات كيجيو تما كيعمروا بالماء كيزيدوا. المشكل ماشي هنا، المهم فين كاين المشكل هو ملي كيساليو كيخليو الماء كيقطر كما غادي يبان لكم هنايا، راني صورتو وإليكم واسع النظر. بلا حشمة بلا عرقة مخليين تيوا تما قدام عباد الله، واللي بغا يدير درتيو شي حاجة بعدا استروا راسكم. هانتوما هنايا غادي يبان لكم الماء تيقطر هنايا بالمعقول. دابا هاد الماء اللي كيضيع هنايا شكون اللي تيخلصو؟ تيخلصو الناس ديال تمسنا، ما عرفتش لوني بوش عندهم شي كونتور جينيرال اللي كيديروه في الشاطو واش كيحسبوا الماء اللي كيضيع ولا الماء اللي كيستهلكو السكان كاملين من بعد كيحسبوا عليهم. على كل حال ملي كيجيو كيلقوا الفرق على ما كنظن داك الماء كاع اللي كيتسرب ليهم تيحسبوا على المواطنين، الله اعلم. إذا كانوا صحاب البومبية قابلين وعلى علم وصابرين وقلنا هما عطاو الإذن ديالهم، حتى حنا بغينا نبداو نسقيو الجرادي ديالنا ودوك لي بوست اللي قدام العمارات محتاجين، سينو يقطعوا الماء على كلشي. لا فرق بين مواطن هاد المواطن ولا هاد المواطن، وإذا كان عاطينو المجلس البلدي، المجلس البلدي راه خصو يخلص الماء، وهذا هو الحق. الله يعاونك.